تقدم نادي ريدينغ الإنجليزي للمركز الثالث بدور الدرجة الأولى الإنجليزي بعد فوزه على نادي بلاكبيرن في مباراة الإياب بنتيجة 3 أهداف لهدف. وشهدت المباراة الكثير من الإثارة خصوصا في شوطها الثاني عند تكرار الفرص للفريقين مع تألق الحارس العماني علي الحبسي الذي هتفت الجماهير باسمه في العديد من الفرص التي تصدى لها. وكانت نتيجة الذهاب لصالح ريدينغ بهدفين نظيفين، وبذلك يصعد ريدينغ مؤقتا للمركز الثالث بواقع 73 نقطة من 40 مباراة ومتبقية له 6 مباريات.